السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم وصفه جديده كما تشاهدوا، غادي نقدم لكم بقلاوه بطريقه سهله ومبسطه. يعني الا كنتي اول مره غادي ديريها اكيد غادي تنجح معاك وبطريقه مبسطه باذن الله. يكفي انك تشاهدي الفيديو من الاول حتى الاخر، ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك. الف مرحبا. اول حاجه كناخذوا كاوكاو. بالنسبه لي انا خديت الكاوكاو هذا اللي تيكون ديجا منقي، تيكون كبير، او الفول السوداني. غادي ندير معاه معلقه زيت من زيت الماء إذا، ونحاول نخلط ما بين يدينا مزيان، ومن بعد غادي ندخلها في الفرن. بالنسبه للفرن يكون ساخن في هذه الاثناء، ومره مره كنحركوا بالمعلقه الخشبيه. بالنسبه لكميه الكاوكاو انا خديت 600 غرام، ممكن اكثر على حسب الكميه وعلى حسب الرغبه ديالكم. واحد هذا هو اللون الذهبي اللي كياخذوا، يعني فقط كيتحمر، يعني بهذه الطريقه كيكون تيجينا مزيان. بالنسبه غنحتاجوا معلقه صغيره ديال القرفه، وغنحتاجوا الزبده، يعني الزبده على حسب الكميه ديال الكاوكاو اللي عندنا، وعلى حسب الكميه ديال العجين. وغنحتاجو 4 المعالق كبار ديال الماء الزهر، وغنحتاجو ان شاء الله العسل. اول حاجه كناخذو طحانه ولا مولينكس، اي حاجه عندنا يكفي. انا غادي نهرمشو الكاوكاو بهذه الطريقه، فقط كنهرمشو، يعني كنخليو طريفات كبارين. غادي نحاول نقص واحد الكميه، غادي نخليها للتزيين. غادي في هذه الاثناء غادي نزيد معلقه صغيره ديال القرفه. هنا خدات معايا 2 معالق كبار ديال العسل في 600 غرام ديال الكاوكاو اللي استعملت، او الفول السوداني. بالنسبه لماء الزهر انا غادي نستعمل 4 المعالق كبار، ويكفي. انا غادي نخلط مزيان. بالنسبه للكثافه اللي غادي نحصلوا عليها، يعني ما غاديش تكون كالعجين، فقط غادي نخلط، يعني ندمج جميع العناصر، وغتكون معايا الحشوه واجده. هذه هي الكثافه اللي كنحصلوا عليها. من بعد غنوريكم لاباط فيلو اللي غادي نستعمل انا، ديال لا مارك اللي استعملت. هنا فيها 500 غرام. النصيحه اللي نقدمها لكم بالنسبه لاباط فيلو، بعد ما نفتحوها نديروها في منديل ديال المطبخ. الا كانت الا كنا غادي نخدموا بها بسرعه، يعني بلا ما نفزكوا المنديل، مي الا كنا غادي يدينا غادي تكون ثقيله، غادي نديروا شويه المنديل نفزكوه فقط بالقليل بالماء وصافي، يعني باش تبقى لنا الورقه باش ما تنشفش معنا بمعنى اخر. وثاني حاجه غادي نوجدوها هما هاد العويدات كما تشاهدوا. انا عندي هنا ديال الشواء، انا عندي هادو ديال العود. هنا خديت 4، جوج خدمت من الجهه اليمين وجوج على اليسار، وحاولت باش ندير عود طويل. الا كان عندنا قطب الشواء كان غليظ كان احسن. من بعد لويتهم بالفيلم اليمونتا كما تلاحظوا معايا، يعني الطريقه راها واضحه وباينه في الفيديو. ضروري من هاد المرحله نوجدوها هي الاولى. هنا وريتكم هذه واحد اللقطه، من بعد غنوريكم الطريقه. انا وريتكم كيفاش نديرها في البلاطو، يعني كنتفعلها من الجوانب بجوج، يعني حاولت نشارك معكم من الجوانب بجوج. كنحاول نهبطها في البلاطو ديال اللي غادي ندخلوا ان شاء الله الفرن. غادي نشارك معكم الطريقه طبيعه الحال. والكميه اللي كنساليوها كنديروها في البلاطو، كندهنوها بالزبده. وبالنسبه للبلاطو ديال هذا اللي غندخلوه للفران ان شاء الله، خصو ضروري يكون مدهون بالزبده. بالنسبه للزبده، النصيحه اللي نقدم لكم بان الزبده خصنا نديروها لو بوغ نوازات، يعني كندوبوها حتى تنشمو داك المذاق ديال البندق اللي كنعرفو، وكتاخذني داك اللون القوي، فقط اللون القوي، ماشي كنحرقوها. كما تشوفوا انا خديت 2 اوراق ديال لاباط فيلو، و بهذه الطريقه كما في الصوره راه واضحه. قسمت النص، درت الزبده، يعني الزبده اللي مذوبه، وغادي ناخذ، هانتوما لاحظوا معايا شنو غادي ندير. يعني بهذه الطريقه كتجيني احسن، وكنحاول ندهن الجنب الاخر بالزبده كذلك. كما تنأكد عليكم نحاولوا نذوبوا الزبده حتى نحصلوا على داك لو بوغ نوازيت كما كنقولوا، على شكل مذاق ديال البندق. وفي نفس الوقت بعد ما دهنت من التحت غادي ندهن كذلك من الفوق. من بعد خديت داك العويدات اللي صاوبتهم معاكم، وكنحاول نطوي العجين ديالي او لاباط فيلو، كنديرها على شكل مستطيل، ومن بعد كنحط الحشوه. هنا صراحه هذه كتبقى اقتصاديه، وكديري كميه اكثر، وما فيهاش الثمره بحال البريوات. وبالنسبه لمناسبه البريوات راني ديجا شاركت معكم البريوات، غادي نخليها لكم ان شاء الله هنا في الاي. كون درتم كذلك بكاوكاو وجو هائلين الصراحه، نتمنى انكم تجربوهم كذلك. مي بهاد بقلاوه كتجي سهله، وما كتاخذناش واحد الحشوه كثيره، حنا كن على حسب الرغبه الحشوه، اما نكثروا ولا نقللوا.
نصيحة اللي نقدمها لكم باش ما يوقع لكمش كما وقع لي انا، يكفي انا الحشوة ما نحاولش نديرها في الجناب بزاف باش ما كتخرجيش ميكلوي. انا في هاد الاثناء كثرت من بعد راني حاولت الجوانب ما قدرتش فيهم الحشوة بزاف. من بعد كنجيبها في البلاطو ديال غادي تدخل للفرن، وكنحاول نضغط عليها من الجوانب بجوج كما كتشوفوا معايا بالصورة باش كتعطينا داك الطيات اللي كنبغيهم في البقلاوة التركية. يعني طريقه سهله، وداك العويدات هما اللي كيسهلوا علينا الطريقه ديال الطي ديالو. كما قلت لهم الكميه اللي كنساليها كندهنها بالزبده. لاحظوا معايا خديت دائما كنستعمل جوج اوراق ديال لاباط فيلو. النصيحه اللي نقد لكم بالنسبه لاباط فيلو راه تكون شويه سونسيبل او حساسه، يعني نحاول نخدموا معاها بشويه. كنطوي يعني الورقه اللي عندي الثانيه كنطويها على جوج، كندهن الجنب الاول ومن بعد كنرجع الورقه. كما غتشاهدوا معايا راه الصوره واضحه، كنحاول دائما ندهن بالزبده. هي لحقاش تتكون مصاغبه بالنشا وكتكون ناشفه، يعني ضروري كنديروا لها الزبده، خصها الزبده كميه مزيانه. بالنسبه لي انا هذيك الكميه اللي وريتها لكم ديال الزبده ما كفاتنيش، اضطريت نزيد واحد الكونتيتي واحده اخرى. وفي نفس الوقت غادي ندهن الوجه كامل. بالنسبه ممكن نديرو بها كذلك البريوات. هاد الورقه ديال لاباط فيلو كتجي هائله في الفرن، يعني بلا كنقليوها ما حتى شي حاجه. هنا خديت في هاد الاثناء الويدات، وكدائما كنطويهم على شكل مستطيل، ومن بعد كنزيد الحشوه. يعني الكميه كتبقى على حسب الرغبه، نقللو ولا نكثرو. وضروري نستعملو جوج ورقات باش كتجينا داك الفيطاج، كتجينا بالقرمشه ديالها زبومله. و لاباط فيلو صراحه عندها استعمالات كثيره، كتجي فيها حتى المملحات كتجي لذيذه. ان شاء الله نشارك معكم في رمضان مملحات بها. وغادي نحاول نلوي كما غادي تشاهدوا معايا في الصوره. كما قلت لكم نحاولوا ما نعمروش الجوانب باش ما كطيحناش الحشوه. وبنفس الطريقه غادي نكمل الكميه ديالتي كامله. انا حاولت نوريكم انا كي كنضغط عليها من الجوانب راه بسهوله، داك العويدات هما اللي كيسهلوا علينا داك الطي ديال العجينه ديالنا. كما قلت لكم انا كنانسيستي ولا كناكد عليكم بالنسبه اي الكميه اللي سالينا راه نحاولوا ندهنوها بالزبده باش ما كتنشفش معانا، حسن نسالي الكميه كامله. يعني هذه الكميه اللي عطاتني. بالنسبه لي انا ديك الورقه اللي استعملتها بقات معايا منها 3 دوريقات شاطولي، حيت الحشوه ما بقاتش، دونك 3 الورقات اللي بقاو. تبارك الله راه عطاتني كميه وفيره. في هذا الاثناء راني شعلت الفران باش ندخل ان شاء الله البقلاوه، خاصها تكون الفران سخون شي شويه، يعني الحراره تكون متوسطه وما كتاخذش معنا الوقت بزاف في الطي ديالها، راه دغيا بسرعه كتوجد. ودائما كندهنوها مزيان، خاصه ندهنوها مزيان بالزبده باش كتعطينا داك القرمشه ديالها اللي كتجينا بنينه، اللي كنسمع ديال اللي كنبغيوها في البقلاوه. النصيحه اللي نقدمها لكم قبل ما ندخلوها الفران، ضروري نقطعوها على الشكل كيف ما بغينا. انا حاب نقسمها لكم هنا على جوج. من بعد بالنسبه لي انا كما قلت لكم انا في الجوانب جوانب ما عمرتهمش مزيان، غادي نحاول نحيدو. حنا بالنسبه للجوانب ديجا رانا كليناهم بعد ما وجدات، كليناهم ما قديناش نصبروا، فغيم وجدت لذيذه. غير كان الجوانب تتكون فيهم الحشوه قليله فقط. من بعد راني حاولت نقسمها على كل وحده كنقسمها على جوج، ممكن نديرهم صغار الا بغينا. انا درتهم شويه بالحجم كبير. بالنسبه لك الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك، الف مرحبا. ولا عجبك الفيديو ديالي وما تبخليش عليا بالضغط على لايك وصابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. وكنطلب منكم البارطاج باش العائله ديالتنا تكبر ان شاء الله، بكم غادي تكبر. وكنقول لكم عواشركم مبروكه. فهاد الاثناء اللي خرجتها من الفرن وهي ساخنه، كنأكد عليكم هي ساخنه، كنضيفوا عليها العسل. العسل راه كنديروا كميه تبارك الله شويه وفيره، راه كتشرب العسل مزيان. ومي كتكون سخونه دغيا كتشرب داك العسل. بالنسبه لي انا في الفرن ما خداش معايا بزاف الوقت، خدات معايا تقريبا 20 دقيقه. بعد ما طابت لي من التحت شعلت عليها الفران تحمرات، يعني دغيا راه كتوجد بسرعه، يعني مجرد انكم ديروها في الفران ما تغفلوش عليها. كما قلت لكم كميه العسل نحاولوا نكثروا باش كتجي، باش كتشرب داك العسل كتجي زوينه.
كما هذيك الكميه ديال الفول السوداني اللي خليته معكم في الاول، غنحاول نزين يعني كل كنحاول نديرها في الوسط ديال البقلاوه اللي غادي نقدمها ان شاء الله بهذه الطريقه. ضروري نديرها في المرحله وهي مازال سخونه، كندير العسل كندير عليها كاوكاو باش باش كيتماسك يعني كيلصق. نصيحه اللي نقدمها لكم ما نحاولوش نحيدوها من البلاطو، يعني حتى لغدا ليه انا حتى غادي نحيدها من البلاطو. يكفي انا الجوانب اللي هزيناهم وملحقاش كانوا مازالين سخانين، خلينا نعيد فهادشي شويه، هزيتهم الجوانب مي لا مي هذا اللي في الوسط يعني حليتهم حتى الغدا. هذا هو الشكل ديالها النهائي، صدقوني انها كتجي بنينه وكتجي هائله، وداك القرمشه ديالها اللي كنبغيوها في البقلاوه بعد لاباط فيلو كتجي غزاله ما شاء الله. يكفي انك تجربيها وتردي عليا الاخبار، ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي ما تنساش انك تضغطي على سابوني او سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. ولا كنتي اول مره تشاهد او اسمح ولا كنتي عجبك الفيديو ديالي وما تبخليش عليا باللي لايك. بالنسبه لي انا بغيت نشارك معكم حتى الطريقه ديال التخزين ديالها. انا فقط غادي نديرها في الثلاجه، ممكن نديروها في مجمد. انا كندير ورق الزبده من تحت وكل طبقه كندير فيها البقلاوه ديالي، يعني بهذه الطريقه كتبقى تحافظ على القرمشه ديالها. ممكن نديروها في المجمد الا بغينا، الا كانت عندنا كونتيتي ولا كميه كبيره. بالنسبه لي انا عندي كميه زعما ماشي كثيره بزاف، غادي نحتفظ بها فقط في الثلاجه. انا درتها على حساب رمضان مبارك سعيد. بهذه المناسبه كنقول لكم عواشركم مبروكه، الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والعافيه ان شاء الله. وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالي بعد ما درتها في بوطه، غادي نديرها في الثلاجه. وكنقول لكم السلام عليكم.